التقى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مع عدد من الطلبة والطالبات المتفوقين في المدارس الحكومية والخاصة، وذلك عبر نظام الاتصال المرئي. ونقل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة تهاني وتبريكات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله للمتفوقين. وأكد سموه للطلبة والطالبات أن هذه المرحلة تعتبر جوهرية في المسيرة التعليمية، وستكون نقطة بداية لا نهاية، خاصة وأن المرحلة القادمة ستكون أكثر أهمية من جانبه. من جانب ما أعرب الطلبة والطالبات عن شكرهم وتقديرهم إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على الالتقاء بهم، مشيرين إلى أن كلمات سموه ستكون مشجعة لهم وحافزا من أجل مواصلة المسيرة التعليمية والمعرفية والتحصيل العلمي والعمل على مواصلة مسيرة بناء البحرين الحديثة. السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميع. وفي البداية الحقيقة يعني أهنيكم على هذا الإنجاز اللي قمتوه، إنجاز عظيم تشكرون عليه. ويعني كانت الحقيقة رحلة العمر الواحد اللي يمكن يقدر يوصفها. كفيتوا ووفيتوا في يعني اجتهادكم الحقيقة اليومي، لأن النسب ما شاء الله هذه أمامي أشوفها نسب عظيمة، لكنها باينة أنها هي يعني اجتهادات بشكل يومي وكل ساعة. فأعرف أنكم أنتم يعني فرحانين وفخورين بإنجازكم، واللي أكد لكم عليه أهاليكم وقيادتكم فرحانين أكثر. ف الحقيقة اليوم أنا أشوفكم وألتقي بكم شخصياً وأشوفكم وجهاً لوجه، يعني تعرفون أنا كنت طالب مثلكم ومرينا في المرحلة الدراسية، وأعرف المرحلة اللي أنتم مريتوا فيها كيف هي مرحلة الحقيقة يعني جوهرية في حياتكم، هي المرحلة الرئيسية في حياتكم. الحين اللي يفرق بين المجتهد والغير مجتهد وهو اللي يرى هذه المرحلة نقطة النهاية، أما أنتوا لازم تشوفون هذه المرحلة نقطة البداية، لأن لازم تعرفون سيدي جلالة الملك الله يطول عمره قبل كل شيء يوصل لكم تحياته ومباركته واعتزازه وافتخاره بكم، وحملني هذه المسؤولية أن يوصل لكم إياها مباشرة. بس بعد الله يطول عمره أعطانا دروس الملك الله يطول عمره في مسيرته في حكم مملكة البحرين طوالها 20 عام وأزيد الحمد لله، وإن شاء الله السنين المديدة فيها الأعوام المزدهرة، علمنا أمور كثيرة. علمنا أن طلب العلم والطموح وحريتنا كشعب بحريني هذا حق علينا كلنا وواجب للوطن تجاه المواطن. فأنتوا اليوم أرجوكم كأخ عزيز يحب شعب وشاب مثلكم، أقول لكم شيء واحد، طموحكم لا يوقف عند حده. أبيكم كل يوم تتخيلون أنفسكم في المكان المستقبلي اللي أنتوا تطمحون له، وهذا الخيال بيوصلكم للحقيقة. لكن إذا أنتوا مشيتوا بشكل يومي بدون هدف، ما يسمونه بالإنسنتف اللي أنتوا تشوفونه أمامكم، قد تكون المسيرة تبين عليها طويلة. ولكن لو حلمكم وطموحكم وحرية اختياركم وين تبون تكونون في المستقبل، بتشوفون الطريق يمشي بسرعة، بتشوفون أن الفرص موجودة أمامكم، بتشوفون التحديات أمامكم، وأن أنتوا في دولة تدعمكم في هذا الاتجاه. أنتوا اليوم كمتفوقين ترى يعني الدول تبني قوائمها على هالواحد بالمئة. أنا اليوم يشرفني أسميكم هالواحد بالمئة،
لأن الحقيقة يعني مفخرة اللي أنتم وصلتوا النوعية، يعني لو إحنا جمعنا كل طاقاتكم اليوم وكل قدراتكم وبعدين في شتى المجالات، إيش ظنكم نقدر نسوي؟ نقدر نحقق المستحيل. فبالعزم والعزم والعزم نواصل، وأنتوا في هالعمر هذا اطلبوا العلم، ودائما ما اطمحوا للأفضل، لأن في نهاية الأمر من بيخطط مستقبلنا إلا إحنا. ترى يعني اليوم الدولة اللي تسقط هي الدولة اللي ما فيها صف ثاني وثالث ورابع وأجيال تتلو هذه الصفوف ويبنون مستقبلهم. فأنا يعني الحقيقة فرحان جدا أني يعني أقف أمامكم الآن وأعطيكم جزء من النصائح، لكن أنتم أذكياء عباقرة ما تحتاجون إلى نصيحتي ولا تحتاجون إلى يعني كلام ما هو جديد عليكم، لكن أنا كلامي اليوم أمامكم أوصل أمانة جلالة الملك لكم، وفي نفس الوقت أقول لكم أن أنتوا اليوم محظوظين أنكم في بلد الفرص، بلد الخير جاية، وبلد ولله الحمد متفوق بشعبه، فكل شيء موجود. وأرجوكم أرجوكم لا تستسلمون، لأن اليوم إحنا نمر في صعوبات كثيرة وأنتوا شايفين، والصعوبات هذه لها تبعات كثيرة مالية اجتماعية واقتصادية ويعني بيئة وكل هالأمور هذه، ولكن الشيء الزين أن الناس اليوم ولا الدول بتحتاج الناس اللي نفسكم تبتكر الحلول وتطالع المستقبل وتطالع كيف أن إحنا اليوم ننمو بحيث أن إحنا يعني نحقق المطلوب. فأتمنى أن كلامي ما كان طويل عليكم، ولكني كنت أتمنى أني أشوفكم شخصيا، وأنتوا عارفين الظروف اللي إحنا نمر فيها، ولكن في نفس الوقت أنا متحمس أني إن شاء الله أشوفكم في السنوات القادمة، متحمس أني أشوفكم إن شاء الله تزدهرون وتنجزون. أسماءكم هذه، شوفوا هالورقتين هذه اللي قدامي، هذا هم أسماءكم، وأنا متأكد أنها بتمر علي مرة ومرتين وعشر، وبنتابعكم وبنشوف وين تقدمكم، وبعدين في نهاية الأمر أنا عندي لكم وصية واحدة، لا تنسوا أن عندكم أخ اسمه ناصر بن حمد موجود لتذليل الصعاب أمامكم، لأن أنا عندي سند اللي هي قيادتنا الرشيد الله يطول عمره. فإحنا اليوم استثمارنا الحقيقي فيكم أنتم كمواطنين، اليوم اللي طالع الاستثمار في سلعة تبيعها الدولة، تبيع تجيب للدولة هالكثر، هذا مو باستثمار حقيقي، لكن استثمرت في الشخص واستثمرت في شخص معدنه من ذهب، هذا العائد الحقيقي للبلد. وقبل لا أنهي كلمتي أبيكم تفكرون في شيء واحد، أبيكم تفكرون في طول مسيرتكم وأنتم ماشيين للأمام، وأنا متأكد أن ما بتحصلون أي صعاب إن شاء الله، لأنكم أنتم النوعية اللي ما توقفكم أي صعب، لكن أبيكم تفكرون في شيء واحد بسيط لكنه صعب الواحد يحل هذه الفورمولا، إن أنت كيف تسخر قدرتك، كيف تسخر عقلك، كيف تسخر خيالك لخدمة هذا البلد. روحوا استفيدوا، ادرسوا، اشتغلوا في الخارج، اشتغلوا في الداخل، لكن في نهاية الأمر أنتوا يا الواحد بالمية إيش تقدرون تسوون حق الباقي 99%؟ إيش تقدرون تسوون حق هالبلد؟ وكيف إن هذا البلد اللي رباكم واحتضنكم وأمنكم إيش يستاهل منكم؟ فهذه أنا حربي اليومية، هذه المعركة اللي أنا أدخلها كل يوم، أصبح الصبح لين ما أنام. وأأكد لكم شيء واحد، إني قبل لا أنام الحمد لله أكون فرحان أني أنجزت شيء واحد،
فأبيكم كل يوم تحسون هالإحساس، ما أنام الليل إلا على الأقل عندي رضا النفس أني أنجزت شيء يساعد إن شاء الله في خدمة البلد وخدمة ناسنا ورفع أسامي أهالينا، رفع أسامي أمهاتكم وأبهاتكم وأخوانكم أخواتكم اللي شافوكم تمرون في المسيرة هذه. يعني تحية، ونرفع عقلنا ونأدي لهم التحية، أهاليكم اللي ربوا ناس مثلكم. أنا فخور 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 بكم، ولا أبي أطيل عليكم هذا الكلام، وبنتلاقى إن شاء الله أكثر من مرة. الله يوفقكم، ومشكورين ألف شكر على هذه الخدمة اللي قمتوا بها، والله يوفقكم إن شاء الله. تحياتي ومحبتي وتقديري لكم، فما الله.